أهلا بكم. كشف السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن عن تعرضه لتهديدات مستمرة من الميليشيات الولائية، وحذر السفير البريطاني مواطنيه من القدوم أو السفر إلى العراق. وقال هيتشن إنه من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في الوقت الحالي في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على السلاح السائب بيد الميليشيات. ويقول المراقبون أن العراق فعلا يمر بمأزق بالغ الخطورة بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للسلاح الخارج عن السيطرة الحكومية إلى مستويات مرعبة ومخيفة، وبات يهدد العراقيين جميعا وغيرهم في ظل عدم اكتراث القوى السياسية لمخاطر الانهيار الأمني المرجح والمتوقع وانشغال هذه الطبقة بتقاسم مغانم الدولة. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن خطر السلاح المنتشر في المجتمع العراقي يمثل خطرا جسيما يوميا على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ولن يتعافى العراق من دون السيطرة على هذا السلاح، بل حتى سلاح المؤسسات العسكرية والأمنية التي من المفترض أنها تتبع للقائد العام للقوات المسلحة من ناحية الشكل على الأقل، لكن في واقعها أو في الواقع فإن معظم هذه المؤسسات ينخرها الفساد وتعمل طبقا للولاءات الحزبية الطائفية، ولا تتردد هذه المؤسسات في مهاجمة الدولة نفسها في أي لحظة في حال عدم اتفاق اتجاه الدولة مع مصالح هذه الميليشيات، ناهيك عن سلاح ميليشيات الحشد الموالي لإيران والتي تستخف بما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة وبأوامره العسكرية. اعتراف السفير البريطاني في بغداد بهشاشة الوضع الأمني في العراق وهيمنة الميليشيات على مفاصل الدولة كلها وخلق المشاكل الدولية للعراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف تورط الميليشيات العراق في مشاكل دولية وحروب وتتسبب بهشاشة الدولة العراقية كما يقول السفير البريطاني في بغداد؟ ألم يروج في العام 2003 أن هذا النظام الطائفي الفاسد الذي صممه الغزو الأمريكي البريطاني سيكون قدوة وأسوة لدول المنطقة كلها؟ وإذا كانت البعثات الدولية والشركات الأجنبية تشعر بالخوف والذعر والرعب بسبب الميليشيات، فكيف الحال بالشعب العراقي؟ وما مخاطر انزلاق الوضع الأمني في العراق إلى مواجهات مسلحة مفتوحة بين الميليشيات التي تستحوذ على العراقي ومقدرات؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد القادر النايل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في تصريحات السفير البريطاني في بغداد عن هشاشة الوضع الأمني في العراق و استحواذ الميليشيات على مقاليد السلطة ومقاليد الأمور في العراق وخلقها المشاكل الإقليمية والدولية للعراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي أيضا عبد القادر، الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا وسهلا بكم وبضيفين الكريمين في حلقة طاولة حوار. حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، السفير البريطاني تحدث عن هشاشة الوضع الأمني في العراق، سيطرة الميليشيات. هذه الميليشيات الحقيقة تجر العراق إلى حروب ومشاكل دولية، وبالتالي فهو يحذر البريطانيين من السفر إلى العراق. كشف شيء جديد السفير البريطاني أم أنه فقط سلط الضوء على واقع الكل يتحدث عنه داخل العراق وخارج العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك استاذ ماجد واحيي ضيفك الاخ الاستاذ عبد القادر النايل. اهلا وسهلا. الحقيقه ما قاله السفير البريطاني عن الوضع في العراق يعني له دلالات مهمه، لانه يقول الان بعد 21 سنه من هذه التجربه البائسه التي بشروا بها عام 2003 وقالوا ان العراق سيكون نموذج في المنطقه بالديمقراطيه والرفاهيه والاستقرار والامن بعد 21 سنه، ومن بشر بهذه هي أمريكا وبريطانيا، فأن يقوله السفير البريطاني الدولة التي شاركت في احتلال العراق ودمرت العراق ورسمت خارطة جديدة للعراق بهذا الشكل المعيب المزري الذي وصل إليه العراق، يعني محسوبة على بريطانيا التي جاءت بهذا النموذج والذي تبنت هذا النموذج. بعد 21 سنة تصدر قوائم دولية من وزارات الخارجية
واحد من عندها السفارة الوزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام أصدرت قائمتها في 19 دولة من ضمنها العراق على رأس العراق، تدعو مواطنيها إلى عدم الذهاب للعراق لأن العراق غير مستقر وبلد غير آمن، وبريطانيا تفعل ذلك، ودول كثيرة بالعالم من التي تبنت هذا المشروع وما زالت تتبنى هذا المشروع وما زالت تشجع عليه. إذا هناك خلل أين؟ خلل في أصل المشروع، المشروع في خلل بنيوي، هم يعرفون ذلك، يعرفون أن الوضع سيصل إلى هذا المستوى. فحديث السفير البريطاني رغم أنه صحيح ولا يلامس إلا جزء بسيط من الحقيقة، يعني واقع الحال. الوضع في العراق مزري جدا جدا، لكن بعد 21 سنة يتحدثون عن هذه التجربة البائسة وصلت إلى هذه المرحلة تهدد. وقبل السفير البريطاني ألم تتحدث السفيرة الألمانية قبل فترة عندما سئلت لماذا الشركات الألمانية الرصينة لماذا لا تأتي وتعمل في العراق؟ قالت لأن هذه الشركات تتعرض للتهديد والابتزاز من قبل الحكومة ومن قبل ناس موجودين بالحكومة وميليشيات. هذا ما قالته. إذن السفير البريطاني لم يأتي بشيء جديد، لكن الشيء الجديد أن بريطانيا هي من تتحدث، بريطانيا التي هي التي تبنت هذا المشروع وما زالت تنادي به وما زالت تروج له في العالم وتدعو الناس كله. وحتى الهراوة البريطانية والهراوة الأمريكية رفعت على دول كثيرة في المنطقة ومنها دول عربية لكي تأتي وتفتح سفاراتها في العراق وتعترف بهذا النظام بهذا الشكل من هذه السلطة اللي موجودة بالعراق بسبب هذه الهراوة. الآن بعد كل هذه السنوات يخرج السفير البريطاني ليقول أنه هذا الوضع يصف وضع أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه سيء جدا، هو هذا الحال. فيأتي ويتحدث عن ميليشيات، هو من صنع هذه الميليشيات؟ من صنع هذه السلطة؟ من دعمها؟ من وقف معها؟ من روج لها؟ من مزق الشعب العراقي بهذه الطريقة؟ بغض النظر عن شكل النظام السابق لا نتحدث عن هذا الموضوع، لكن الوضع الحقيقي هكذا. وربما يعني في هذه الحلقة ربما سنعود إلى التاريخ ونتحدث عن بريطانيا ودورها في تأسيس هذا الوضع الذي وصلنا إليه الآن. مساء الخير أستاذ عبد القادر. أسعد الله مساءك أستاذ ماجد ومساء ضيفك الكريم الدكتور رافع الفلاحي ومساء مشاهديكم الأفاضل. هذا التصريح بهذا الوضوح من السفير البريطاني عن هشاشة الوضع الأمني في العراق وأنه تعرض إلى تهديدات وهو سفير لبريطانيا وأنه أيضا يحذر البريطانيين من السفر إلى العراق وأن الميليشيات تقود العراق إلى مشاكل دولية وحروب في المنطقة، إلى أي حد يشكل هذا التصريح من بريطانيا الركن الثاني والأساس في قوى غزو العراق بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي حد يشكل إحراجا لهذه الدولة التي غزت وساهمت بصناعة هذا النظام وصممت وما زالت تدعمه وتروج له كما ذكر الدكتور رافع الفلاحي قبل قليل؟ إحراج، ألا يشكل إحراج لبريطانيا؟ أولاً بريطانيا عندما جاءت إلى المنطقة عام 1920 وقبلها وجرى الاحتلال للمنطقة وتقاسم النفوذ مع فرنسا، من أسس تقسيم المنطقة هي بريطانيا، ولذلك هي تمتلك جذور عميقة في هذه المنطقة. وكل هذا التقسيم حقيقة التي سعت إليه بريطانيا هو لبناء جسم غريب هجين في المنطقة وهو الكيان الصهيوني في فلسطين، ومعلوم تماما هذه القضية التاريخية. وبالتالي عندما جاءت بريطانيا باحتلال ثاني عسكري ودفعت الولايات المتحدة، لأنني حقيقة لازلت مصر على أن من دفع الولايات المتحدة للاصطدام بالمنطقة والاتيان بجيشها إلى المنطقة لاحتلال العراق هي بريطانيا. الماكر الخبيث حقيقة الذي يسعى إلى توسعة وبناء دولة الكيان الصهيوني على حساب المنطقة هي بريطانيا بالدرجة الأولى. وبالتالي إذا ما أخذنا قليلا قبل الاحتلال في عام 2003 للعراق وجدنا أن بريطانيا من جمعت هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمعارضة وعقدت لهم مؤتمرا في لندن وأسمي على ذلك مؤتمر لندن للمعارضة، وهم مجموعة من اللفيف
الذي جاء بهم من الإيرانيين، وبالتالي كان هؤلاء أيضا يمتلكون أجنحة مسلحة دربتهم إيران للقتال معها آبان الحرب العراقية الإيرانية بشكل واضح وصريح. وجميع هؤلاء سواء قيادات أو أفراد هم يعني والغين في الدم العراقي منذ ثمانينات القرن الماضي، قتل الأبرياء في الجامعات وما ذلك، فضلا عن قتل العراقيين ودخول إلى جنوب العراق في بعض المحطات وقتل يعني حتى المدنيين والنساء. بالتالي بريطانيا أيضا من دعمت وأقنعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضراوة المقاومة العراقية على تأسيس مجلس الحكم الذي وزع نسب العراقيين تمهيدا لتقسيم العراق. تقسيم المقسم هو مشروع بريطاني عضى بدعم المحافظين واللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليطبق في المنطقة من أجل أن تكون الدولة الكبرى ضمن دويلات صغيرة متصارعة على أساس مذهبي وطائفي، لتكون الدولة الكبرى هي الكيان الصهيوني، إسرائيل المتمثلة باحتلالها لفلسطين. وبالتالي الضالة التي وجدتها بريطانيا في عملية تمزيق المنطقة هي إيران وميليشياتها المسلحة، ولذلك جرى عملية تكوين هذه الميليشيات ودعمها بشكل واضح وصريح والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان من أجل تهجير الكتلة الصلبة الموجودة في سوريا والعراق تحديدا الكتلة السنية. وبالتالي نتكلم عن 11 مليون سوري مهجر، عن 7 مليون، فضلا عن النزوح، فضلا عن الاستهداف الكبير الذي يحدث الآن من خلال الاعتقالات وما إلى ذلك. وبالتالي لم نرى لا منظمات ولا محاكم دولية ولا حتى نداءات لإيقاف انتهاك حقوق الإنسان في العراق. الآن وصلنا عندما نأتي مقارنة بهذه التصريحات للسفير البريطاني، وصلنا إلى مرحلة أن البريطانيون أو البريطانيين بدأوا يستشعرون بخطورة أن الإيرانيين لن يبقوا لهم شيئا في العراق، لأن حقيقة الإيرانيون تجاوزوا كل الخطوط الحمراء من أجل التوسع والاستفراد بالمنطقة، وهذا التوسع جاء عبر بوابة العراق، ولولا المال العراقي وعملية إيجاد معسكرات موجودة لإيواء الميليشيات سواء من اليمن أو من الخليج أو من سوريا أو من لبنان وتدريبها فضلا عن الميليشيات الأجنبية، وهنا نتكلم عن حزب العمال الكردستاني، عن لواء فاطميون الأفغاني، عن باكستانيين في العراق، وتوفير المال العراقي واستخدام حتى السفارات العراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني فضلا عن تجارة المخدرات و الدعم المالي الكبير واستيراد باسم العراق أسلحة أو معدات ثم يتم نقلها إلى إيران لأنها محاصرة، كل ذلك حقيقة الآن يجري داخل العراق. عندما تجاوزت هذه الخطوط الحمراء وبدأ الإيرانيون يضغطون على كل الملفات البريطانية في النجف وفي غيرها، بدأت حقيقة صوت السفير الإيراني يعلو من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين في العراق. سفير البريطاني قصدك؟ نعم، السفير البريطاني صوته بدأ يعلو لأن هناك ملفات بريطانية الإيرانيون أزاحوها، ومنها ملف زيد الطلقاني وما يسمى مركز الرافدين الذي دعمه البريطانيين عندما خرج عن الخطوط الحمراء ضربته إيران من الوريد إلى الوريد. واضح دكتور رافع، إذا كان الوضع الأمني بهذا السوء والميليشيات الآن يعني تستحوذ على العراق جميعا والبريطانيين خائفين ويحذرون أيضا من انهيار أمني يعني محتمل ومقبل، إذا لماذا الاستمرار في دعم هذا النظام والترويج له وتقديم ودعمه بسخاء؟ حقيقة أستاذ ماجد، يعني دائما ما كان القرار البريطاني والقرار الأمريكي هو ضعف العراق. نعم. الغاية من احتلال العراق عام 2003 هي ضعفه. دعك من هذا الكلام، أسلحة دمار شامل، ما أعرف منه، ديمقراطية، نأتي بالديمقراطية، جبنا ناس شنو حرية مظلومية، كله كذب. هذا وظهر كذبة وأثبت هذا الموضوع.
لكن الحقيقة هي كلها أضعاف للعراق. الغاية من عنده أن يضعف العراق، وبعد 21 سنة واقع العراق يدلل على أنه هذا المشروع ماضي في طريقه. حقيقة الآن العراق في أسوأ مراحل، ضعيف جدا جدا، والكل مستقوي عليه، والكل على ساحته يتصارع من أجل مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية وكل شيء. والعراق صار يعني ساحة لمواجهات، لتصفية حسابات دول مع دول على ساحة العراق. هذا واقع الحال. بريطانيا كانت تعرف من البداية، حتى عندما دخلت العراق عام 1914، عندما دخلت ذلك سأرجع إلى التاريخ، 1914 عندما دخلت بريطانيا إلى الفاو، جاءت من أجل أخذ البصرة فقط لتأمين طريق الخليج العربي باتجاه الهند، كانت هذه فكرتها. لكن بعد ذلك عندما اكتشفوا النفط في العراق توسعت واحتلت العراق كله، وبدأت التقسيمات هذه. أهم شيء فعلتها في دراستها الواقع العراقي أنها جعلت في العراق رؤوس كثيرة للحكم، وهو ما يحصل اليوم. اليوم عندما يعني تنظر إلى العراق ترى رؤوس كثيرة تحكم العراق، لا يوجد رأس واحد، يعني لا يوجد رأس الحكومة، ربما رأس الحكومة وقلنا أكثر من مرة أضعف الرؤوس، رؤوس ميليشيات ورؤوس إيران ورؤوس أمريكا. وهذه هذا ما سعت إليه بريطانيا من دخول العراق. الفترة يعني الفترة التي من 1914 لغاية 1918 وما بعدها، فعلت أمريكا بريطانيا ما لم يفعله أحد ولحد الآن نعاني منه. المجتمع العراقي مجتمع عشائري، نعم، والعشيرة لها وزنها ولها، وهذا كل على رأسنا ونحترم هذا، وإحنا ناس عشائرين وإحنا ناس جايين من عشائر، كنا كل العراقيين، أنا لا أقصد مجموعة معينة. لكن العثمانيون عندما كانوا في العراق وجدوا أن العشيرة هي معوق لبناء الدولة، معوق لبناء المدن، لنمو المدن وازدهارها، لذلك حاولوا توطين العشائر. والعشيرة كانت شيخ العشيرة، أنا أقصد شيخ العشيرة الرئيس، شيخ العشيرة كان جزء من العشيرة، كانت الناس تحبه، وهو قريب من عدها، وهو ابن عمهم وابن خالهم وقريب منهم ويعاونهم، وهو يترأسهم لعائلته، لكبر سنه، لاعتبارات كثيرة. لكن بريطانيا جاءت ووزعت الأراضي لهؤلاء الشيوخ، وجعلت بيدهم السلاح، وجعلتهم مأجورين لديها، بعض من عندهم، أنا لا أقول كلهم، لكن هكذا. فحولت شيخ العشيرة إلى رأس معين مخالف حتى أبناء العشيرة، لذلك بدأت الهجرة من العشائر من الجنوب إلى بغداد وإلى المدن هربا من الشيوخ. ومن يقرأ كتاب حنا بطاط، ورغم اختلافنا معه بكثير، الشيخ والفلاح، سيجد تفسيرات لهذا الكلام كثيرا. بريطانيا من صنعت هذا، أرادت أن تصنع رؤوس كثيرة، وفعلا نجحت في صناعة رؤوس كثيرة. يعني طوال هذه السنوات كانت لها مشاكل كبيرة مع العراق، مشاكل كبيرة في بناء نموذج عراقي له وزنه. والآن هذا النموذج، الآن السلاح، أنت تحدثني عن سلاح المنفلت، أغلب العشائر الآن لديها السلاح المنفلت، ولديها أسلحة خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة. يقال أنه بعض العشائر لديها حتى دبابات تظهر أثناء المواجهات بين عشيرتين. نعم. وهذه العشائر تبنت حماية الميليشيات، والميليشيات خرجت منها، وجزء منها الميليشيات الآن. هذا كل ما يتحدث عنه السفير البريطاني. السفير البريطاني، إذن بالعودة إلى التاريخ، من هو المسؤول عن وجود هذه الرؤوس؟ هي بريطانيا أساسا. هم يتحدثون عن صنيعتهم، ما يتحدث عنه السفير البريطاني هو صنيعتهم. هذا السفير البريطاني الذي تحدث كثير، هو مثير للجدل حقيقة. قبل فترة كان يتحدث عن كرة القدم والمسابقات الأوروبية، كان يتحدث بلغة تهديدية مضحكة للنكتة، أو كان يتحدث بهذه الطريقة، وكثير ويتحدث عن الأكل وغيره، لكن الآن يتحدث عن السياسة بهذه الطريقة. هذه صنيعة بريطانيا في العراق، جزء من عدها. هذا يوجه اللوم إلى بريطانيا التي صنعت هذا. إذن بالعودة إلى 2003 جاءوا هم ليمزقوا العراق، والعودة العراق إلى هذه الرؤوس، هذه الرؤوس، فالرؤوس الميليشياوية والرؤوس العشائرية التي تمزق البلد وتحمل السلاح وتهدد الكل،
هي رؤوس صنعتها بالأساس بريطانيا في المجتمع العراقي، وأيدتها أمريكا التي انساقت بهذا المشروع ودفعتها إلى هذا الوضع وهذه الصورة التي الكئيبة المذلة التي نجد عليها العراق الآن. أيضا تحدث أستاذ عبد القادر السفير أن هذه الميليشيات الحقيقة تخلق مشاكل دولية للعراق، تقودها إلى حروب أيضا في غنى عنها. هل من شرح لهذه النقطة كيف هذه الميليشيات التي يفترض أنها تتبع لما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة يكون بيدها قرار الحرب والسلام، كيف تطلق حربا وكيف تخوض حروب إلى جانب يعني دول إقليمية أو دولية؟ أكبر كذوبة يمكن القول بها أو ما يعرف بأن هناك القائد العام للقوات المسلحة. حقيقة لا يوجد هناك في العراق سوى أمراء الطوائف والحروب، وهؤلاء يتبعون حسب الكيانات التي دعمتهم. استطاعت إيران أن تتمدد من خلال السماح في بناء الميليشيات لضرب معاقل المقاومة، ومن ثم الذهاب إلى إنتاج حرب أهلية وطائفية في العراق. الشعب العراقي تحمل ما تحمل حتى لا يصل إلى كسر العظم وإنتاج ونجاح البريطانيين والأمريكان والكيان الصهيوني والإيرانيين الذين جميعهم يختلفون في ساحات متنوعة على النفوذ، لكنهم في داخل العراق يتفقون على تدمير العراق، لأن العراق له سرعة نهوض. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ونحن على تماس مع جميع الحركات الفلسطينية المقاومة، عندما نسألهم قال كنا قبل 2003 لا نحتاج أي دولة، لأن العراق رغم حصاره كان يوفر لنا المال والسلاح والدعم بشكل واضح وصريح، ويضغط على الجميع أن تفتح الأبواب للفلسطينيين حتى الذين يكرهوننا، هنا أقصد يكرهون المقاومة، تفتح الأبواب لأن هناك خلفهم شيء اسمه العراق قبل 2003. هذا حقيقة يعني شهادة ليس نحن نتكلم بها، الفلسطينيون ذاتهم وحتى الكيان الصهيوني الإسرائيلي يأس من عملية تفجير منازل الفلسطينيين. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أيام التسعينات لغاية 2003 وجدنا أن بأعداد الأصابع تم تفجير المنازل، على عكس اليوم حتى وإن كان يخرج منها مقاوم أو يفعل عملية استشهادية ضد الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن الفلسطينيين الآن عندما نلتقيهم كانوا يقولون أن العراق يرسل 25,000 دولار عندما يتم تفجير المنزل، فوصل اليأس بالكيان الصهيوني لأنهم يفجرون منزلا قديما والأموال العراقية تبني أو تبني منزلا جديدا. واليوم أيضا الميليشيات الآن أستاذ عبد القادر تقول ترفع لواء أيضا المقاومة، وأن هذه الحروب اللي تحدث عنها السفير البريطاني هي في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني ودعم المقاومة في فلسطين، هذه هي الحروب التي تنخرط فيها الميليشيات الآن. ما هو هذه النقطة المرتكزة الذي أريد أن أصل معك إليها. أي تفضل. الآن التمدد البريطاني الإيراني في المنطقة على حساب شعار فلسطين. نعم. ومعلومة ربما عبر قناة الرافدين نكشفها أن حركات المقاومة الفلسطينية قال جلسنا مع علي خامنئي فقال لنا بالحرف الواحد منذ انطلاق الطوفان الأقصى المبارك الذي تشهد فيه غزة مآسي كبيرة، وبالمقابل هناك إثخان وفشل للكيان الصهيوني على مدار الآن سنصل إلى 10 أشهر وقرابة العام كامل، قال لهم مسؤول الثورة أو مسؤول ولاية الفقيه الإيراني أنا لا أريد لإيران أن تتدخل بالشأن الفلسطيني حتى أنتم وحدكم تأخذون النصر، بما معنى أنكم قاتلوا وحدكم. لذلك تمدد إيران في المنطقة على هذه الشعارات هو الذي جعل من البريطانيين والأمريكان يسمحون لهؤلاء أن يتم صناعة تهديدات وإعلام لهم دون أن يستهدفونهم، لأنهم يعلمون تماماً أن هؤلاء كاذبين ولن يقدموا للقضية الفلسطينية. لكن ما يحدث الآن عند تمدد إيران في المنطقة وبناء ميليشيات مسلحة وأخذ معسكرات كجرف الصخر لتدريب الحوثيين، والضربة الأخيرة التي شهدتها جرف الصخر اعترفوا بأنفسهم قتلى من الحوثيين ومن الإيرانيين فضلاً عن العراقيين، وبالتالي أصبحت وحدة الساحات لهذه الميليشيات هو
بأبناء شعوب سوريا والعراق ولبنان واليمن، إلى هذه اللحظة لم يقتل الكيان الصهيوني جنديا واحدا على يد هذا المحور. طيب أنا أتكلم عن سنوات. أستاذ عبد القادر أستأذن من عندك فقط، نتوقف عند هذا الفاصل إذا سمحت لي، نكمل إن شاء الله بعد الفاصل بالإذن منك ومن دكتور رافع الفلاح من المشاهدين الكرام. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في تصريحات السفير البريطاني عن هشاشة الوضع في العراق وتعرضه لتهديدات من الميليشيات وتحذيره البريطانيين من السفر إلى العراق. ضيفا الطاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ عبد القادر النايل. استكمال الفكرة قبل الفاصل أستاذ، تفضل عبد القادر. لذلك أقول طوال هذه العشرة أشهر لن أذهب إلى التاريخ أو السنوات الماضية التي جرى فيه تأسيس الميليشيات. هل محور الميليشيات وإيران استطاعوا أن يقتلوا جندياً إسرائيلياً أو جندياً أمريكياً داعماً لإسرائيل؟ الجواب كلا. لذلك حقيقة هذه الميليشيات مصممة لقتل العرب ولقتل المسلمين ولتهجيرهم ولإحداث فتن داخل البلدان، ولا علاقة لها بالكيان الصهيوني ولا بالقضية الفلسطينية. لذلك حقيقة وهم كبير تماما من يقول أن هذه الميليشيات لها علاقة بالقضية الفلسطينية. لكن تمددت إيران على هذه القضية لأنها أعطت ضمانات لأمريكا وبريطانيا على أن هذه الميليشيات لن تستهدف الكيان الصهيوني. الفارق الذي حدث أن هذه الميليشيات هي تتبع إيران، وبالتالي لا يوجد هناك أي قرار عراقي عليها، حتى ما يسمى حكومة السوداني أو جزافا القائد العام للقوات المسلحة، وهي غير مرتبطة لا بوزارة الدفاع ولا الداخلية، بدليل يوم أمس أو قبل يوم أمس بين ميليشيات جند الإمام التابعة لوزير العمل والجيش أحمد الحكومي الأسدي. نعم أحمد، مواجهات عسكرية صريحة في النجف بشكل علني وواضح، في كربلاء مع الجيش، وفي كربلاء أيضا بشكل كبير وواسع. لذلك الحقيقة هذه الميليشيات هي فوق الكل وفوق الدولة، وبالتالي أكبر ضابط موجود في الدفاع أو الداخلية يتم إهانته. لكن أنها تتوالى المعلومات على أنها تنفذ كل الأجندات الإيرانية، هنا الخلاف الذي حدث ما بين السفير البريطاني وما بين الإيرانيين، والتحذيرات للسفير البريطاني على أن هذه الميليشيات تريد إرباك الوضع داخل العراق لأنها تخوض حروبا خارجية وتريد توريط العراق، وليس بجديد، لأنها بالفعل هي تريد تمضية المصالح الإيرانية على حساب الجميع. وبالتالي هنا أصبح الإيرانيون أصحاب القرار عليها، والبريطانيين عليهم أن يستشيروا الإيرانيين. هذه لم تكن قبل 2014. قبل 2014 كان البريطانيون أو بإيحاء من الإيرانيين أن يتم مجاملة هذه الميليشيات وأنها تنفذ الأجندات البريطانية، لحين ما أنها تصل إلى مرحلة مسك الدولة، وقد وصلت إلى هذه المرحلة. لذلك حقيقة أصبح البريطانيون ليسوا أصحاب قرار عليها، وبالفعل هذا الكلام يؤكده على أن الساحة العراقية أصبحت ساحة دولية لصالح إيران، ويتم من خلال الميليشيات تنفيذ الإرادة الإيرانية من أجل تحسين التفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في عمان على الملفات في المنطقة. نعم دكتور، بريطانيا بالإضافة إلى أمريكا
وهم طبعا الرئيسان الدولتان الرئيسيتان في غزو وتصميم غزو العراق وتصميم هذا النظام السياسي ودعمه، والترويج ايضا انه هذا النظام سيكون هو يعني النظام الوحيد، النظام الديمقراطي الوحيد، واحد ديمقراطيه في دول مكتظه بالديكتاتوريات والاستبداد، سيكون قدوه واسوه لبقيه دول المنطقه. كيف انتهى الى هذا المطاف من الفساد والميليشيات بحيث ان الدوله الثانيه الراعيه لهذا النظام تتحدث عن هذا الواقع القاتم الشديد السوء؟ السفير البريطاني يقول انا اتعرض الى تهديدات من الميليشيات. استاذ ماجد، عندما تراجع الان لكي لا نقفز على التاريخ، يعني عندما نراجع كل البيانات التي صادره عن وزاره الخارجيه الامريكيه ووزاره الخارجيه البريطانيه، نعم، منذ عام 2003 لغايه الان، هل ستجد بيانا واحدا يقول بان العراق امن ومستقر وندعو المواطنين في بريطانيا او في امريكا للذهاب الى العراق بكل سلاسه؟ ابدا. دائما ما كان طوال هذه السنوات ال21 العراق ضمن الدول التي تحذر وزارتي الخارجيه في امريكا وفي بريطانيا مواطنيها من الذهاب الى العراق. ما الجديد اذا؟ لماذا الان السفير البريطاني يحذر الناس بهذه الطريقه ويقول انه حتى اهلي اذا ارادوا ان يجوا يقدموا العراق لا اقول لهم لا تاتوا الى العراق لان العراق غير امن؟ ما الذي حدث؟ اذا هناك متغيرات، هناك معطيات جديده تريد امريكا، تريد بريطانيا ان توصل رسائل من خلالها. هذا واقع الحال. هذا السفير البريطاني لا يتكلم من فراغ، لا يمكن ان يتكلم هكذا، يعني مثل السفراء حكومة السوداني ومصطفى الكاظمي ونوري المالكي يتكلمون كما يعجبهم. لا، هؤلاء يتكلمون بصياغات معينة، بتوصيات معينة، بتوجيهات معينة، واستنادا إلى تقارير وإلى رؤى معينة وبأهداف معينة يريدونها. نعم. ما الذي يجعل السفير البريطاني الآن يتحدث عن الميليشيات وهم الذين أوجدوا الميليشيات، هم الذين يعني دعموها وجعلوها تتوسع، سلحوها، أعطوها المال؟ هم كانوا يعرفون بهذا الوضع، وكانوا يعرفون. أي دراسة بسيطة لأي أي موظف بسيط في الخارجية البريطانية أو في أي دوائر استخبارات بريطانية أو أمريكا يعرف أن واقع الحال سيؤدي إلى هذه النتيجة. يعني واقع العراق عندما بدأ بهذه الميليشيات، من ميليشيات بدر ومقتدى الصدر وما أعرف منه، وصولا إلى الآن ما أدري 70 ما أدري 90 ميليشيا، هذا الوضع كله معروف. سيطرة إيران على العراق بهذه الطريقة معروفة، هم يعرفون أن إيران ستسيطر على العراق، يعرفون، هم درسوا سياسة إيران ويعرفون، وإيران صنيعتهم، ها يعرفون هذا الكذب. يعني لم تفاجئهم هذه القضية. ما الذي حدث الآن؟ لماذا يفسرون، لماذا يوصلون هذه؟ هناك ترتيبات جديدة في المنطقة تجري، هناك ترتيبات جديدة تجري لسوريا، للبنان، للمنطقة، للخليج، كل هذه الترتيبات أمريكية، أوروبية، بريطانية، جزء من عدها. هذه رسائل لإيران، رسائل للمنطقة، أنه في العراق الآن العراق غير مستقر. هم يعرفون العراق غير مستقر، هل فيه تحذير لدول معينة؟ هل فيه تهديد لدول معينة؟ وهذا الكلام ممكن أن يؤخذ تهديد به، تهديد لدول معينة، أنه هذه الميليشيات التي تهدد البريطانيين ممكن أن تهددكم، وفي نفس الوقت ممكن لبريطانيا أن الدول تضغط عليه والحكومات لكي تتدخل لكي توقف هذا. هل هذا فيه تهديد للحكومة، للإطار التنسيقي، لإيران؟ هناك كثير من الترتيبات السياسية تجري، لكن بالنتيجة نذهب إلى النتيجة النهائية، من يدفع الثمن لكل هذا هذه الفوضى التي صنعتها بريطانيا وصنعتها أمريكا؟ هم الشعب العراقي. خلينا نسأل هذا السؤال، هذا الدكتور الأستاذ عبد القادر نايل. السفير البريطاني يقول صراحة أنا تعرضت عدة مرات لتهديدات من الميليشيات، وفي مراحل سابقة المصالح الأجنبية والبعثات الدبلوماسية تعرضت خاصة الأمريكية إلى قصف من الميليشيات في وضح النهار. إذا كان هذا الوضع بالنسبة لسفراء دول أجنبية ودولة مؤثرة ومهمة مثل بريطانيا وسفارات ومصالح أجنبية عرضة لهذه التهديدات وعرضة للقصف وعرضة للإرهاب وما إلى ذلك،
فكيف الوضع بالمجتمع والشعب العراقي إذن؟ يعني الشعب العراقي يعيش واقعا مأساويا. نعم. وهؤلاء يمتلكون تقارير، وهنا أقصد البريطانيين وغيرهم، يمتلكون تقارير عن واقع مؤلم. يعني الميليشيات وصل الحال بها إلى أنه حتى من يمتلك عدة سيارات للعمل بالأجرة أو محلات لابد أن يدفع عتاوات. الآن العراق بجميع محافظاته الجنوبية والغربية الذي يمتلك مصلحة مالية لابد أن يدفع عتاوات. يعني هنا أكشف لك عبر الثرثار في الأنبار، منطقة الثرثار الآن الناس يعني انتهبت. قبل ثلاثة أيام جاء مواطن إماراتي وفي المنفذ الحدودي أجبروه على دفع رشوة وقد صورها وقد فضح قوات الحدود الموجودة هناك إلا أن تدفع، يعني يدفع رشا. نعم، هذا كل حقيقة يذهب للميليشيات ولإيران. بالتالي العراقيين يعيشون واقعا مأساوي. نضرب لك الثرثار الآن، المواطن الأنباري إذا لا يدفع لميليشيا اللواء المنتظر التابع لبدر ضمن الحشد الشعبي، إذا لم يدفع شهريا أو سنويا حسب المحصول المالي بنسبة 35% إلى 40%، يتم إما قتله، وقد قتل أحد المزارعين من عشيرة أبو هزيم الدليمية. هذا الواقع في المنافذ الحدودية، في منفذ مقصر، الفاو، داخل المكاتب الاقتصادية، داخل الوزارات، كلها على أعين واضحة من كل هؤلاء. لذلك الشعب العراقي، الوضع الاقتصادي هكذا، أما الاغتيالات فحدث ولا حرج. اليوم نعلم أن هناك اغتيالات كبيرة تحدث في العراق، وهناك اعتقالات وتكميم الأفواه، وكشف مؤخرا على الابتزاز الكبير لهذه الميليشيات داخل مكتب رئيس الوزراء. يعني هذه فضيحة ربما تستدعي إلى إقالة العملية السياسية ببرلمانها وحكومتها ورئاسة جمهوريتها بشكل عالم وواضح. لكن هؤلاء لا يخجلون، لأنهم مصممين على أنهم يمرون في تدمير العراق. ولذلك من هنا يأتي عدم إدراج البريطانيين الذي ينتمي إليه السفير ويقول هددوني. لم تدرج بريطانيا إلى هذه اللحظة هؤلاء على لوائح الإرهاب، لأن هؤلاء بقائهم مرهون بتدمير الشعب العراقي، وبقائهم مرهون بأكل أموال العراقيين وقتلهم، وبالتالي جعل العراق ضيعة لدول المنطقة. وإلا كيف يمكن لهؤلاء أن يتم منح ميليشيات أجنبية وتوطينهم في العراق؟ أليس على مسمع البريطانيين وغيرهم؟ بالتأكيد من يأتي بهؤلاء الباكستانيين والأفغانيين وغيرهم ويمنحهم الجنسية العراقية سيكون هذا المحال لاستخدام المجاهدين السفير ولغيره. على هذا الأساس حقيقة أقول أن البريطانيين شركاء في تدمير الشعب العراقي، وشركاء في إنهاء يعني الوضع في العراق من خلال دعم هذه الميليشيات بشكل علني وصريح. لذلك العراقيون يعانون بشكل واضح وصريح مما يعني العراق، سواء على المستوى الثقافي أو السياسي وغيره. لذلك وجدنا أن البلوغرات وغيره الآن الذي يراد الترويج على أن هؤلاء العراقيين والعراقيين أطهر منهم، بسبب من يدعمهم؟ يدعمهم الميليشيات، هم من يفتحون صالات الروليت وغيرها في الفنادق ويرعون. نعم. عملية إنهاء الوجود العراقي. هذا حقيقة هدف أساسي سامي للبريطانيين، ولذلك حقيقة العراقيون يعانون من المأساة بشكل واضح وصريح. نعم دكتور، هناك في العراق جيوش مليونية، من جيش وشرطة وصحوات وميليشيات ومافيات وغيرها، تستهلك ربما 60% من الموازنة المالية العامة للدولة العراقية، ومع ذلك الوضع هش، الوضع الأمني هش، الوضع السائر نحو الانهيار. لماذا لم تستطع كل هذه الجيوش المليونية من أن تضبط الوضع الأمني بعد 20 سنة وسخاء دولي وإقليمي ودعم منقطع النظير وقوات التحالف الدولي، والكل يدعم القوات في العراق، ومع ذلك الوضع يعني على حافة الانهيار؟ أستاذ ماجد، هو هذا ربما في خلاصة كل الحلقة هذه. هذا سؤالك كان، أشكرك، سؤال مهم جدا. في عام 1920 عندما حصلت ثورة 1920، خسرت بريطانيا 40 مليون باوند في ذلك الوقت، وفي المجلس اللوردات البريطاني حصلت ثورة كبيرة وكلام كبير انسحاب من العراق، كانوا يريدون الانسحاب من العراق لأنه خسائر كبيرة، 40 مليون باوند في ذلك الوقت،
وخسائر 5000 جندي وضابط ورغم الخسائر العراقية الكبيرة ورغم أنه الثورة لم تنجح، ثورة العشرين لم تنجح بشكل يعني لم تحقق كل أهدافها، لكن حققت جزء من أهدافها، لكن بريطانيا لم تنسحب، كانت تأمل في تأسيس قوى أو رؤوس تستطيع ضبط الوضع. أعود للوضع الحالي، لماذا السفير البريطاني وما كنت أتحدث به قبل قليل رسائل، لماذا السفير البريطاني الآن يتحدث بهذه الطريقة؟ الآن وصلت قناعة أمريكا، وهذا جزء من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير من المحللين العراقيين، كثير من يكتبون في تاريخ العراق السياسي وحتى في التحليل السياسي، يعتقدون أن الأمريكان والبريطانيين لا يخطئون وقراراتهم ورؤيتهم هي الصائبة دوما، وهذا خطأ كبير. هم يخطئون وأخطائهم كبيرة ومعيبة جدا جدا ويعني واضحة، وجزء منها هذه الأخطاء. هم كانوا يعتقدون أن الوضع مهما تطور مهما، وهم يقرؤون الوضع بشكل، سيصل إلى حالة هناك رأس يستطيعون أن يعتمدون عليه في تصفية الأمور أو في حمايتهم أو في ضبط الوضع. الآن وصلوا إلى قناعة أنه لا الجيش ولا الشرطة قادرة أن تضبط الوضع ولا الحكومة. هذه رؤوس صغيرة، الميليشيات متغولة جدا في الجيش ومتغولة جدا في الشرطة ومتغولة في الحكومة، وهذه الميليشيات عصابات تشكل رؤوس كثيرة لا يمكن السيطرة عليها. لذلك ويقول إلي يهددوني ويهددون مصالح بريطانيا ويهددون شركات بريطانية ويدعو أهله وناسه والبريطانيين لعدم القدوم إلى العراق، وهذا أمريكا أيضا تعتقده بنفس الشكل. لذلك كانت تهديدات للسفيرة الأمريكية، قالوا إحنا نشوف لماذا تصرح هكذا، سترى منا العجب ونؤدبها. هذا جزء من هذه الرؤوس الكثيرة التي لا يمكن ضبطها. من يضبط هذه؟ أنت تحتاج إلى قوات أمريكية وبريطانية أن تنزل مرة أخرى إلى العراق لكي تضبط الوضع. هم لا، هم قرارهم لا يمكن أن يتدخلوا في هذا الوضع، يعني لن يكون الوضع مثل عام 2003 وتجيب أمريكا ما أدري 300 ألف جندي وبريطانيا تجيب لها ما أدري 40 ألف جندي ونزلهم بالعراق. لا يمكن هذا إعادته. من يضبط هذا الوضع؟ حكومة وجيش، والجيش والحكومة والشرطة هم جزء من الميليشيات. إذن الوضع منفلت. هذه جزء من الرسائل التي يوصلها السفير البريطاني في هذا الوضع. هناك حتى الشركات، حتى تراخيص النفط الآن شركات كثيرة تعتذر عنها، وتحدث أنه هذه الميليشيات تحرم العراق من أي فرصة استثمارية. حقيقة هذا واقع الحال. عندما تحدثت السفيرة الألمانية وهذا قلت الشركات الرصينة لا تدخل لأنه هذه الميليشيات يعني تجبرها على دفع الرشا وعلى الاتجاهات بما تريد وعلى إنتاج ما تريد. لماذا في العراق ليس هناك صناعة وزراعة؟ لأن الميليشيات لا تريد هذا لصالح إيران. فهذا جزء من الرؤية الآن، الأخطاء البريطانية والأخطاء الأمريكية في العراق وصلوا إلى حالة الآن. نعم يريدون عراقا ضعيفا، لكن هذا العراق الضعيف كانوا يريدون أن تبقى سيطرتهم عليه، الآن فقدوا سيطرتهم عليه، الآن مهددينهم. هو عندما يتحدث يقول مهدد، نعم مهدد، هو السفيرة الأمريكية أيضا مهددة، كلهم مهددين، لأن هناك قوى هذه مو لأجل وطنية ولأجل، لا، هؤلاء هم الذين رعوهم، هم الذين جاءوا بهم، فمن باب الوفاء يفترض يعني. هناك دكتور من يتحدث أنه هذا الانهيار الأمني في الحقيقة هو مصلحة للميليشيات لتبقى محتفظة بتشكيلاتها وتحتفظ بسلاحها بذريعة أن الوضع الأمني في العراق ما زال هشاً وأن هناك تهديدات خارجية وداخلية وإرهابية. فعلا الميليشيات تحرص على هذا. ما هو من يصنع الفوضى الأمنية والضعف الأمني؟ هي الميليشيات. وفعلا لو كانت لدينا رؤوس قوية ومسيطرة على العراق، رؤوس أمنية يعني أقصد رأس الجيش ورأس الشرطة، مثل ما كانت لدينا في عام يعني من تأسيس الدولة العراقية وما بعدها لغاية 2003، لدينا قوات أمنية وقوات عسكرية وقوات جيش شرطة تستطيع أن تبني شيئاً وطنياً، أن تفعل شيئاً وطنياً، أن تنفذ قراراً وطنياً. لما حصل الآن، من ينفذ هذه الميليشيات وهذه العصابات؟ لمن تتبع؟
هذه تتبع لألوية ولجماعات خارج الحدود، نعم، وتتصرف بها كيفما تشاء. لذلك بريطانيا تجد الآن الحرج الكبير، لأن أخطائها كبيرة وأخطاء أمريكا كبيرة في صناعة هؤلاء، صنعوا هذا البعبع ولا يستطيعون إرجاعه إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى إلى مثل ما يقال إلى كفه، إلى كفه. هذا واقع الحال. أستاذ عبد القادر، إلى أي حد ثمت مخاطر على انزلاق أو تدحرج الوضع في العراق الأمني إلى نقطة الانهيار، والمتمثلة بمواجهة مسلحة مفتوحة بين الميليشيات وما يسمى الأجهزة العسكرية والأمنية التي تتبع ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة؟ وقد جرى مثل هذا الأمر حقيقة في كربلاء والنجف، وأنت أشرت إلى هذه المواجهات وكان فيها قتلى. إلى أي حد ممكن أن ينزلق الوضع إلى مواجهات بين كل هذه الأطراف سواء كانت حكومية أو غير حكومية؟ أولا دعني أقول لك أنه، وهنا أؤكد على ما تفضلت به، أن جميع العمليات الحالية التي تحدث من انهيارات أمنية هي من صناعة الميليشيات، والميليشيات من تعلن أن داعش ينفذها في المناطق الغربية والشمالية من أجل تبرير بقاء هذه الميليشيات هناك، وهذه مصادر عسكرية عراقية ومشخصة ومرفوعة إلى السوداني بأنه لا يوجد هناك أي حركة سوى لهذه الميليشيات، وهي من تفتعل هذه الأزمات الأمنية من اغتيال وغيرها. وما شاهدته سامراء مؤخرا من عدم بيع أحد المواطنين لبيته تم قتل العائلة. نعم. ثانيا، هناك قضية مهمة تماما تؤكد على أننا ذاهبون إلى مرحلة المواجهة، وليس فقط على مستوى العراق. العراق ساحة كبيرة للتداخلات الإقليمية والدولية في المنطقة، والعراق سيشكل مرحلة انهيار كامل كبير على مستوى دول الخليج، بدليل يعلم البريطانيين وسيكشفها عبر قناتكم ربما لأول مرة. نحن لدينا معلومات دقيقة من أهالي السموار، ممن كان يعمل عاملا يوميا في بادية السماوة، شركة المهندس كانت تقول أن هناك مشروعا زراعيا، وذهب المواطنون ليعملوا أجور يومية ليكتشفوا جزءا منهم أن هناك تحت الأرض مدن عسكرية وأنفاق باتجاه السعودية باتجاه رفحاء. لماذا اختاروا صحراء بادية السماوة؟ لأن ما يقابلها هي رفحاء التي كانوا يعيشون فيها، وبالتالي التضاريس يحفظونها جيدا، لذلك جرى اختيار بادية السماوة، والآن أنفاق عسكرية تمتد إلى الداخل السعودي. لذلك حقيقة هذه بناء الكونتونات العسكرية والمعسكرات بهذه الطريقة والاحتفاظ بجرف الصخر ومعسكرات أخرى والانتشار يؤكد أن نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع، الذي سيكون لفوهة البندقية القرار فيه وليس قرارا سياسيا. لذلك إيران ستقدم على مرحلة جديدة من عملية التوسع والانتشار بشكل واضح وصريح. لذلك المواجهات بلا شك على جميع المستويات قادمة. أشكرك. لأن الجيش الحكومي وأجهزة الأمنية التي بنتها قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني أخذت تعهد من السودان في زيارتي الأخيرة بأن الجيش من سيطوق هذه الميليشيات دفاع عن القواعد الأمريكية. ولذلك قال بلينكين في رسالته واتصاله الأخير، على السودان يحملك المسؤولية لحماية قواعد. شكرا جزيلا. شكرا. في ختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا أيضا الكاتب والباحث السياسي أستاذ عبد القادر النايل عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. أشكركم مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.